بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الباب الذي دخلنا فيه باب رقم 17 تابع للباب رقم 16 من ذلك الباب في معاني الأسماء، الأسماء والصفات الإلهية كيف نفهمها وكيف واقعها، وهل هي مشتركة بيننا وبين الله جل وعلا على نحو الاشتراك المعنوي أو على نحو الاشتراك اللفظي. قول الفلاسفة اشتراكنا في الوجود، احنا موجود، موجود الله، موجود الإنسان، موجود الله، موجود. هاي كلمة موجود استعملت في الخالق والمخلوق، فهما على نسق واحد، بمعنى أن الاشتراك معنوي، مو أنه موجود فر الشيء آخر، هو وجود مثل وجودنا، وجودنا وجود واحد، فالاشتراك ماذا يكون؟ معنويا. بينما الروايات الشريفة التي بدأنا بقراءتها في الأيام الماضية والتي تذكر لنا أن أسماء الله تبارك وتعالى إذا أطلقت علينا على نحو الاشتراك اللفظي لا المعنوي، ليس كمثله شيء، الأوهام لا تحده، أوهامنا أفكارنا ما تقدر تحده. وشرحنا معنى أن الأوهام لا يمكن أن تحده، أن تحده شنو معناته سابقا، شرحنا في مسألة العاقل ومسألة الوهم بينا ذلك. الرواية الثانية من هذا الباب علي بن محمد مرسلا عن أبي الحسن الرضا، روى إرسالا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ولم يذكر السند. قال الإمام الرضا عليه السلام، قال الراوي، قال الإمام الرضا عليه السلام: اعلم علمك الله الخير. الإمام شي يقول له؟ اعلم. ثم يدعو له الإمام، شنو الدعاء؟ علمك الله الخير. هاي من الآداب العرفية، إذا يمكن في أثناء حديثك أن تدعو لشخص ادعو له بمناسبة حديثك وياه. تدري الله يحفظك، تدري هاي المسألة الله يخليك، تتذكر فلان شيء الله يعطيك التذكر، ادعو له في أثناء حديثك، اتعلم تدعو للناس. زين. وأول كلام الإمام عليه الصلاة والسلام اعلم، ظاهره أمر بالعلم، يعني هذه المسائل ليست مسائل شكية، ليست مسائل وهمية، ليست مسائل ظنية، هذه المسائل مسائل علمية، علمية. اعلم، يعني هاي المسائل لابد أن تحصل لها بالعلم واليقين، مرتبة علم ويقين يكون عندك لنا المطالب.
اعلم علمك الله الخير أن الله تبارك وتعالى قديم. القديم صفته، والقدم صفته التي دلت العاقل. يعني شنو قديم؟ هذه الصفة القدم تدلنا على ماذا؟ على أنه، دلت العاقل على أنه لا شيء قبله، واحد. ثانيا، لا شيء معه في ديمومته، لا شيء قبله، لا شيء معه. ماكو شيء مع الله، كيف يقول وهو معكم؟ شلون يصير؟ ها؟ وهو معكم شلون؟ يقول معكم، يقصد بذلك غير هذا المعنى وهو معكم. حينما يقول وهو معكم يعني أنتم غير غائبين عنه، أنتم غائبين عنه. حقيقة الغائب أنت غائب مو هو. هو الشاهد، الله الشاهد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، ويشهد. فالغائب أنت، وهو معكم يعني لا يغيب عنكم. والذي منفي لا شيء معه، يعني شنو لا شيء معه؟ يعني كل شيء قائم وموجود بالله، مع الله ما أكو. فر الشيء في مرتبته ما موجود. المعية يعني شنو؟ يعني في مرتبته ما موجود. حتى تعرف ذن المطالب، وتعرف أن هؤلاء الحمقى من أتباع المذاهب المنحرفة الذين إذا دعوت الله عز وجل عند أوليائه يستشهدون ويقولون ولا تدعوا مع الله أحدا، ولا تدعوا من دون الله مع الله، يقولون أنتم لا تدعون مع الله أحد، تدعون من دون الله. لاحظت؟ حتى تفهم أنه هذه المعاني هؤلاء حمقى لا يفهمون. مع الله يعني في مرتبته، يعني تقول بألوهيته، هذا مع الله. من دون الله يعني أصلا ما تدعو الله، يعني ما لك شغل بالله. أما أنت إذا رأيت صاحب كمال ونظرت أنه آية من آيات الكمال المطلق، أنت تدعو من دون الله؟ من دون الله تدعو أنت؟ أبدا. أصلا أنت توجهت لهذا لأنه آية لكمال الحق المطلق، لأن هذا ينبئ عن ذاك، يأخذ بيدك إليه. هذا ليس تدعوه، تدعوه مع الله ولا من دون الله. الغرض أنه فر الشيء قبل ما موجود شيء معه، وما أكو الآن شيء مع الله، ما أكو. لا إله إلا الله، أكو شيء مع الله تقرأ يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كل شيء موجود ليس هو مع الله، هو موجود بالله. وتلك المعية معية الشهود. زين، بلي، فقد بان لنا، ظهر، بين، يتضح لنا بإقرار العامة، كل الناس، عامة الناس، معجزة الصفة. شنو هذا القديم؟
شنو إعجاز الصفة؟ أنه لا شيء قبل الله ولا شيء مع الله في بقائه، هاي معجزة الصفة. وبطل قول من زعم أنه كان قبله أو كان معه شيء. هؤلاء إذا واحد زعم هكذا زعم، زعمه باطل بالقديم، وذلك أنه لو كان معه شيء في بقائه لم يجوز أن يكون خالقا له. لو كان فرشي وياه، أكو داعي خلقه بعد وياه بعد، تفهم المعنى؟ لو كان شيء مع الله، الله أكو معنى بعد يخلقه، هو موجود مع الله، فدليل الخلق على أنه لا معية، دليل على أن الله خالق يعني هذا الشيء ما كان معه، كان معدوم. فأفيض عليه لباس الوجود، أنه لو كان معه شيء في بقائه لم يجوز أن يكون خالقا له، لأنه لم يزل معه، هو وياه دائما، شلون يقدر يخلقه؟ ما يقدر عليه، فكيف يكون خالقا لمن لم يزل معه؟ ولو كان شيء كان، ولو كان شيء قبله، إذا أكفر الشيء قبل الله عز وجل كان الأول ذلك الشيء. لو كان شيء قبل الله، من يستحق أن يكون هو الإله؟ ذلك القبل يستحق. لاحظين؟ لأن المفروض هذا ما كان إلى وجود. البعد يعني شنو؟ يعني حين القبلية ما كان موجود، تقول أنا قبل الكل إجيت، يعني حين وجودك أكو كان أحد، يعني أنت السابق في الوجود. إذا أنت السابق في الوجود، اللاحق هو الأحق أو السابق؟ السابق هو الأحق، لا هذا المتأخر. وكان الأول أولى بأن يكون خالقا للأول. زين. ثم وصف نفسه تبارك وتعالى بأسماء دعا الخلق إذ خلقهم وتعبدهم وابتلاهم أن يدعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعا خلقه أن يتعبدوا بأسمائه. فسمى نفسه سميعا بصيرا قادرا قائما ناطقا ظاهرا، ها دا تحسبوهني ولا ها، باطنا لطيفا خبيرا قويا عزيزا حكيما عليما جسارا. زين. وما أشبه هذه الأسماء، سمى نفسه بهذه الأسماء التي هي أحسن الأسماء، ولله الأسماء الحسنى. الأسماء مؤنث، وصفها بالحسنى، الحسنى مؤنث، مؤنث لماذا؟ لأحسن. الاسم الأحسن، الأسماء لما صير جمع شو صير؟ حسنى. الحسنى مؤنث ماذا؟ أحسن. أحسن الأسماء لله تبارك وتعالى. فلما رأى ذلك من أسمائه القائلون المكذبون، يعني رأى القائلون وقد سمعونا، زين، نحدث عن الله ألا شيء مثله ولا شيء من الخلق في حاله، ذول المنكرون الكفار المشركون لما سمعونا نقول سميع بصير عليم قادر قدير، قال وقف، احنا هم سميع احنا هم بصير، شو تقولون؟ المكذبون الضالون المشركون المعاندون الكفار سمعونا نصف ربنا بما وصف نفسه، قالوا أخبرونا إذ زعمتم أن لا مثل له ولا شبه له، شلون تقولون ليس كمثله شيء؟ تقولون لا مثل له، لا نظير له، لا ضد له، لا شبيه له. سميع هو، احنا هم سميع، احنا مثله صرنا. بصير هو، احنا هم مثله. ها؟ شلون تقولون إذن؟ وما نسيتوا هذول اللي دا يتكلمون هذا الكلام، هذا كلام من؟ كلام الفلاسفة. هذا الكلام كلام من؟ اللي شنو يريدون يقولون؟
الاشتراك المعنوي. شلون تقول ليس كمثله ومثلنا؟ اشتراك معنوي في هذه الألفاظ، احنا مشتركين. كيف شاركتموه في أسمائه الحسنى فتسميتم بجميعها وأنتم تقولون ليس كمثله شيء؟ شلون يصير؟ إذن مثله شيء، له شبيه، احنا مثله في هذه الصفات على الأقل. سمعتوا زين؟ فإن في ذلك دليلا، ذولا يستشكلون علينا يقولون على أنكم شبيكم مثله في حالاته كلها أو على الأقل في بعضها دون بعض، إذ جمعتم الأسماء الطيبة، الأسماء اللي تدل على صفات جيدة موجودة بكم وموجودة في الله، فإذا مشترك أكو. قيل لهم، الإمام شي يقول؟ يجاوبهم الذولة، إن الله تبارك وتعالى ألزم العباد أسماء من أسمائه، انطل العباد من أسمائه. لكن من لطف الله عز وجل اسم المؤمن اطان هذا الاسم، اسم السميع اطانه، اسم البصير اطان هذا الاسم. زين، إن الله تبارك وتعالى ألزم العباد أسماء من أسمائه، لكن على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي، على اختلاف المعاني. المعاني مو متحدة، المعاني مختلفة. فالاشتراك أين إذن؟ في اللفظ دون وذلك كما يجمع الاسم الإمام صلوات الله عليه لكي يذود الغبار والغبار عن أذهانكم، يجيب لنا أمثلة عرفية حلوة لطيفة نفهمها حتى نقيس المطلب العالي بها. وذلك كما يجمع الاسم الواحد معنيين مختلفين، والدليل على ذلك قول الناس الجائز عندهم، يجوز عند الناس هذا القول الشائع، شائع بين الناس، وهو الذي خاطب الله به الخلق فكلمهم بما يعقلون ليكون عليهم حجة. تكلم الله بلسانهم، هم شلون عندهم بيناتهم حكي؟ هو تكلم بلسانهم. شلون؟ في تضيع ما ضيعوا، فقد يقال للرجل كلب، حمار، ثور، سكرة، علقمة، أسد. بعض الناس يطلق على بعضهم هاي الأسماء لو ما يطلق، يطلق يا ولا زين. كل ذلك على خلاف حقيقة الاسم وحالاته، لم تقع على الأسامي على معانيها التي كانت بنيت عليه. كلب يعني شنو كلب؟ هذا الحيوان. هذا لما يقول لك كلب يعني صندوق هذا الحيوان، يقول لا أنا مو كلب. واحد كتب رسالة للمرحوم الخواجة نصير الدين الطوسي، كتب كلب، أنت كلب ابن كلب كذا فلان، كتب له رسالة. وصلت الرسالة لخواجة نصير الدين الطوسي، فتحها كتب جواها. أما قولك أنا كلب، فالكلب حيوان نابح وأنا حيوان ناطق، هذا اشتباه منك، اشتباه منك. ثم بين الخصوصيات، الفصائل، الكذا، الأشياء، بين له مجموعة من الخصوصيات، نزل رسالة. يعني مو كلبان، لاحظت؟ فواحد من يقول للآخر كلب، الكلب في الأصل يعني هذا الحيوان، ولكن أنت ما تقصد هذا الحيوان، تقصد صفة منه، ومو تقصد الصفة الجيدة منه، تريد تقصد الصفة السيئة منه، ما يذم به، مو تقول له أنت كلب أنت،
يقول لك ليش؟ يقول لك انت عندك وفاء، وفاء عندك انت. يصير هذا؟ نعم. ابن سينا في باب العرفان المقامات اللي ذكرها اللي ما تعرضنا لبعضها او لكثير منها، اخذ المختصر مالتها. واحدة من مقامات ومنازل، من المقامات والمنازل اللي لازم الإنسان يجتازها حتى يصير إنسان، مقام الكلبية. واحدة من المقامات ابن سينا راسمها مقام الكلبية. يقول الإنسان لا يرتقي إلى مقام الإنسان حتى يكون كلبا أولا، إذا صار كلبا يرتقي إلى مقام الإنسانية. ويقصد بذلك مو مقام الذم، يقصد بذلك مقام المادح، يقصد بذلك الوفاء المطلق. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. لا يمكن للإنسان أن يرتقي مراقي الكمال إلا بالوفاء، وهذا مقام الكلبية. زين، على أي حال الغرض هسه نروح على، لأن احنا غير مكان الآن. زين، كل ذلك على خلافه وحالاته لم تقع الأسامي على معانيها التي كانت بنيت عليه، لأن الإنسان ليس بأسد ولا كلب. فافهم ذلك رحمك الله. فإذا قالوا سميع من نفس الشيء، وإنما سمي الله تعالى بالعلم بغير علم حادث علم به الأشياء. احنا إذا يقولون عالم بعلم حادث، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا بعنوان العام طبعا، العنوان العام يستثنى من ذلك. نعم، استعان بالاسم على حفظ ما يستقبل من أمره والروية فيما يخلق من خلقه. هذا معناته. زين، مو أنه يريد يعلم بالأشياء تحدث له هذه الصورة. والروية فيما يخلق من خلقه ويفسد ما مضى مما أفنى من خلقه، مما لو لم يحضره ذلك العلم ويغيبه كان جاهلا ضعيفا. الأشياء مو دائما مع الله عز وجل، الأشياء مو دائما مع الله. أكو فد أشياء كانت جتي إلى محدود الزمان وثنيت، أفناه قيل الله يا أرض ابلعي. فرد يوم الأرض كلها كانت شنو؟ غارقة بالماء. إجا طوفان نوح، إجا الطوفان، وين الطوفان؟ أفناه قيل الله، يعني قول الله، أفناه قيل الله يا أرض ابلعي. طيارة، الله قالها يا أرض ابلعي، خلاص بحثوا على ما يرادوا ومي ماكو مي. لاحظت؟ طبعا الماء هسه خرجنا بعد يلا شو اسوي؟ الماء من جهتين كان، من السماء ومن الأرض. قيل يا أرض ابلعي ما أكي ويا سماء أقلعي. صاحبي ما يجي، شافوا كل مي ماكو، كل واحد أخذ المي مالته. الأرض المي اللي طلعته بلعته، ابلعي خلاص. هاي القدرة الإلهية، تقدر تميز بين هذا المي وذاك المي؟ إيش قد طلعت مي؟ اختلط ماء السماء بماء ما أكي خلاص. زين، خلينا نرجع الغرض. فالله عز وجل عالم، لأن الأشياء تجي وتمضي، فبعدين إذا يريد يحاسبها، إذا يريد يكاتبها، إذا كذا، والأشياء تجي وتروح إذا ما يعلم بيها. وهج
كان ضعيفا، كما أن لو رأينا علماء الخلق إنما سموا بالعلم لعلم حادث، إذ كانوا فيه جهلة، إحنا نجهل فنعلم، وليس الله كذلك. وربما فارقهم العلم بالأشياء فعادوا إلى الجهل، وربما فارقهم العلم بالأشياء فعادوا إلى الجهل. وإنما سمي الله عالما لأنه لا يجهل شيئا، لا من قبل ولا من قبل خلق الأشياء وبعد خلقها، علم ما يختلف ما يزود ينقص. فقد جمع الخالق والمخلوق اسم العالم، ولكن أنا عالم هو عالم نفس المعنى، أنا عالم بالتصورات، أشياء أتصورها، علمي حادث علمي روح، والله جل وعلا عالم، علمه عين ذاته. شو مدرينا يعني شنو. واختلف المعنى على ما رأيت، المعنى اختلف. والرواية البارحة قالت شنو عالم؟ يعني ليس بجاهل. أما حقيقة العلم وكيفية العلم ما ندري يعني شنو. علمه حضوري على ما قالوا لنا وعلمونا، علمنا حصولي، علمه عين ذاته، علمنا زائد على ذاتنا، هذا وين ذاك وين. وسمي بلي ربنا سميعا، لا بخرت، تقدر تقرأ بالضم تقدر تقرأ بالفتح، لا بخرت فيه، يعني هذا الثقب يسموه خرت، لا بخرت فيه يسمع به الصوت ولا يبصر به، كما أن خرتنا الذي به نسمع لا نقوى به على البصر، وليس الله عز وجل كذلك. إحنا لما نسمع بإذاننا نشوف بإذاننا، لما نشوف بعيننا نسمع بعيننا، لا، ولكنه أخبر أنه لا يخفى عليه شيء من الأصوات. لكن مو معناته يسمع بخرت، ليس على حد ما سميناه نحن. فقد جمعنا الاسم بالسمع، احنا وياه اثنيناتنا سميع، لكن السميع مالتنا واضح واختلف المعنى. احنا نسمع يصك إذان الصوت، يطب على الصماخ والعظم ويدركه، أو تدركه الحواس الباطنة فتدركه الروح، تدركه النفس. أما ربنا تبارك وتعالى هم سميع هم بصير، لكن مو هالشكل. زين، اختلف المعنى. وهكذا البصر لا بخرت منه أبصر، كما أننا نبصر بخرت منا لا ننتفع به في غيره. احنا بعيننا نشوف، غير شيء ما نسوي بعيننا، ما نسمع بعد بعيننا، ما نحشي بعيننا بعد، لاحظت؟ ولكن الله بصير لا يحتمل شخصا منظورا اليه، مو معناته هذا يعني داي عاين واحد. ها، فقد جمعنا الاسم، احنا بصير وهو بصير، واختلف معنى. يأتي الباقي، وصلى الله على محمد وآله.